من ساعتها بقى وهي بتطاردني في كل حته. بتتكلم جد يا زعيم؟ انا اصلا ما بحبش الصنف ده. ليه يا زعيم؟ غلطان ومش عارف مصلحتك. طب حماده، يعني انت قدرت ازاي اصلا تشنكل واحده زي دي وانت كده اصلا؟ يعني كده ازاي يعني؟ في اي حاجه ما عجبتكش؟ هو يعني ما تاخذوش يا زعيم، هو قصده انك قنن شويه. لا قنن كتير كتير كتير، هم غيروا سن البلوغ ولا ايه؟ مش فاهم يعني. اعمل ايه في نفسي؟ هموت واعرف ايه اللي بيجذب البنات ليه. يا جامد. بنات؟ هو في غيرها ولا ايه؟ يوه ما تعدش، بس بفكر استقر. تستقر ازاي يعني يا زعيم؟ ابطل عط بقى واتبه لمستهبلي. مستهبله؟ بطل يعط كتير عندنا. مستهبله بقى مهم وبتاع. حماده انت جامد قوي يا حماده. بقول لك احنا لازم نبقى اصحاب بقى وتليفونات، ومش هكلم طنط زيزي بس، هكلمك انت كمان يا حماده. ماشي. بقول لك ايه والنبي يا زعيم، انا بس عايز قبل ما تعتزل تقول لي ازاي شنكلت البت دي. اطلب لي واحد ميلك تشيك الاول. يا نهار ابيض، سبعة ميلك تشيك عشان حماده بالشاليمو على حسابنا. اسف ما بغيرش. مش هقدر اوصف ايه ده، طب مش هقدر نفذ في العقد، مش هقدر حاسب ايه ده، حاسب وانت كمان هتنقطني.